إذن أهلا وسهلا مشاهدي ومتتبعي وزوار موقع أشواقع. اليوم نتواجد بمدينة المحمدية في لقاء جهوي للشباب من تنظيم حركة أجير. في هذه اللحظات استضيف السيد عبد الحق وهو المنسق الجهوي لبرنامج مشاركة مواطنة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنجز على مدى أربع جهات من المملكة المغربية بينهم جهة الدبيض. أستاذ عبد الحق أهلا وسهلا بك. شكرا أستاذ عبد الحق. كملخص عام شنو هو هذا برنامج مشاركة مواطنة؟ مشاركة مواطنة باختصار هو مشروع ممول من طرف الاتحاد الأوروبي والذي سينجز من طرف الوكالة الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع لينوبس. مشروع بشراكة مع الوزارة المتدبلة للوزر أول مكلفة بالعلاقات مع البرنامج المجتمع المدني وكذلك شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للهدف ديالو الأساسي هو تقوية قدرات المجتمع المدني في تأطير التنمية المحلية. سي عبد الحق، وضعت المساواة البيئة المساواة والشباب كمحاور استراتيجية ديال هذا البرنامج، لك ممكن تفصل لنا أكثر في هذه المحاور الثلاث؟ بالنسبة للبرنامج، البرنامج غادي يدعم المجتمع المدني وغادي يقوم بتمويل واحد المجموعة نتاع المبادرات الناجحة فيما يخص تشجيع الشباب لاتخاذ القرار وكذلك برنامج المواطنة والمشاركة الفعالة. وكذلك المحور الثاني وهي ما يخص حقوق المرأة، المساواة ومشاركة محاربة العنف ضد المرأة، يعني مجموعة من الفعاليات اللي خدامة على هذا المجال هذا. المحور الثاني هو محور جديد لأساسي هو التنمية المستدامة، الكيفية نتاع التنظيم نتاع الأهداف نتاع التنمية المستدامة، إنزال المخطط الاستراتيجي الأخضر بالنسبة للمغرب. إذا هاد ثلاثة المحاور الأساسية. علاش؟ لأنه إذا شفنا الشباب هو العمود الفقري للمشاركة المواطنة والديمقراطية في البلد. بالنسبة للمرأة هي فاعل أساسي في الميدان وخص تقوى القدرات نتاع المرأة بالنسبة للمساهمة ديالها الفعالة. والتنمية المستدامة اللي آخر محور، لأنه البرامج والأهداف ديالها كتشمل جميع الأهداف نتاع التنمية وخاص المغرب، خاص المجتمع المدني يساهم كذلك في رؤية جديدة، في رؤية نتاع تغيير الثقافات، تغيير الممارسات وكذلك تتبع السياسة العمومية في هذا المجال. أكيد سي عبد الحق، لاحظنا أن مصادر التمويل أو نماذج التمويل محددة في أربع فئات أو أربع أنواع، حيث كان تقسيم للجمعيات ما بين نموذجين أساسيين ثم نموذجين الثالث والرابع للجمعيات لديها قدرات تدبيرية أكثر. لماذا هذا التقسيم والحجم ديال كل فئة؟ تيجي هذا في إطار تكافؤ الفرص بالنسبة لجميع الجمعيات، يعني أنه الجمعيات اللي هي جمعيات هادفة بدأت مبادرة زد جيدة واللي يلا بدأت العمل ديالها وما عندهاش إمكانيات أنها تستطع أنها تهيكل أنها تقوم بتبني تاهي مشاريع، وإعطاء كذلك فرصة للجمعيات اللي هي قائمة الذات أنها تاخذ تقريبا تواصل المواكبة والتأطير ديالها الميداني فيما يخص المشاركة المواطنة وفيما يخص كذلك تتبع السياسة العمومية. بالنسبة للفئة الأولى قيمة الدعم شحال كتبلغ؟ بالنسبة للفئة الأولى والثانية غادي تكون ما بين 30,000 درهم حتى 100,000 درهم. الصندوق الثاني غادي يكون ما بين 30,000 درهم حتى 600,000 درهم، وبالنسبة للآخر غادي يكون 600,000 درهم ما بين الثالث والرابع إلى مليون متاع الدرهم. نعم، آخر سؤال، يبدو أن بإضافة للمجتمع المدني هناك انفتاح على الجامعة المغربية، على مراكز البحث، مختبرات، علاش هذا التوجه تاهو؟ هذا التوجه لأنه ميدان تاع العمل الجمعوي بالنسبة للمغرب خاصو ما يسمى بتتبع علمي، خاص كذلك الجامعات تساهم في تأطير الشباب فيما يخص المشاركة ديال المواطنة بالنسبة أولا هذه أساسية، ثانيا تتبع كذلك بالخبرة ديالها الميدانية فيما يخص البحث العلمي، فيما يخص بلورات استراتيجيات مهمة بالنسبة اقتراحات مهمة واستشارية بالنسبة لها. غادي يكون الجامعة دور فعال وتنعرفوا بأن الشباب جد متعطش لأنه يكون واحد المجال خصب للشرح الاستفادة من ما هو المجتمع المدني، شنو هي الأدوار ديالو، ويصبح حتى هو فاعل جمعوي داخل هذا الوطن. إذا كذلك بدورنا نحن في جريدة أشواقع سنواكب بقيام دورنا الإعلامي في مواكبة مشروع مشاركة مواطنة على امتداد التراب الوطني وبالخصوص جهة الدار البيضاء. سيد الحق شكرا جزيلا لقبولك الدعوة ونتمنى رسالة أخيرة. تنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله بحول الله،
وكذلك نفتح لكم انتم دعوه كفريق نتاع لابوراتوار بالنسبه للجهه انكم تواكبوا وتساهموا كذلك في نجاح هذا المشروع بكل سرور ان شاء الله خدمه للوطن. الى هنا مشاهدينا الكرام ناتي الى نهايه هذه الحلقه من روبورتاج مواكبه خاصه على مستوى مدينه المحمديه مع شباب اجير.